بعد طول ترقب وانتظار، يبدو أن باب الفرج قد أطل بمحياه أخيراً على مدينة سطيف ووفاقها، وأنا الأول لكي يضع أنصار مارد الشرق الجزائري ظلمات المواسم الأخيرة في طي النسيان. سونايغاز ملكاً جديداً لفريق وفاق سطيف، لعله أبرز عنوان بصيف الجزائر الكروي، كيف لا؟ وهو الذي سيشهد التحاق نصر سطيف العالي بثلة الأندية التي حظيت بشرف الدعم الحكومي، دعم يأمل محبو الكحلة والبيضاء أن يعيد فريقهم لمكانته المعتادة، وهم من اعتادوا رؤية فريقهم وهو يعتلي منصة التتويج المحلي الإقليمي وحتى القاري. تتويجات غابت وغيبت بفعل موازين القوى التي تغيرت، ليتدحرج حال النادي من سيء إلى أسوأ وسط ديون متراكمة تخطت حاجز 50 مليار سنتيم. استحوذ سونايغاز على نادي وفاق سطيف وإن كان بداية لانفراج الأزمة، فإنه لن يكون بالتأكيد الحل الفوري لكل مشاكل النادي، فترتيب البيت يحتاج تسييرا أمثل، وقتا أطول وصبرا أكثر. خطوات ثلاث يدرك الشارع الرياضي الصيفي بأنها ستكون العامل الأبرز في طريق استعادة الهوية، لأن المال وحده لن يكون كفيلا باسترجاع هيمنة الفريق الكروية. الخبر الذي لطالما انتظره إذن كل محب للوفاق بات على مشارف التجسيد، وها هو الوفاق سيبدأ موسمه الكروي بمالك جديد في خطوة أولى بحثا عن التجديد من أجل استعادة تاريخ النادي المجيد.